اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وأن تبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن تعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن تمرنا على الصراط كالبرق الخاطئ، وأن تسقينا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، اللهم اجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا من حبك، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصه، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب.
نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغناء عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رحابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا به. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق، واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة، هم فقراء إليك وأنت غني عنهم، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فآت كل واحد منهم سؤله وفوق سؤله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه، فلا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واربط على قلوبهم واجمع على الحق قلوبهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم ومكن لهم في أرضك ومكن بهم لدينك وأعل بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله بردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وأرنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين آذوا عبادك وقتلوا وأزهقوا الأرواح.
اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالذين يعذبون عبادك المؤمنين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أذلهم يا قوي يا متين. اللهم اسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به منهم المسلمين. اللهم إنك قادر عليهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم فخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرح منهم المسلمين عاجلا غير آجل. اللهم عليك بهم وبمن ساعدهم. اللهم عليك بهم وبمن ساعدهم على فجورهم وطغيانهم وعصيانهم. اللهم خذهم أجمعين. اللهم اقتص لعبادك المستضعفين. اللهم يا ناصر المظلومين، يا سامع الشكوى ويا سامع النجوى ويا مبلغ الشكوى، إليك نشكو هؤلاء الظالمين. اللهم خذهم أخذا وبيلا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وسلط بعضهم على بعض وسلط عليهم المثلات وفيّر رأيهم. اللهم اقتل كبارهم وصغارهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم أخرجهم منه صاغرين مهزومين عاجلا غير آجل. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي الإمارات وفي بورما وفي بنغلاديش وفي طاجكستان وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق واحقن دماءهم ومكن لهم في أرضك ورد إليهم شرعيتهم. اللهم مكن لهم ومكن بهم لدينك. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وفك أسر المسؤولين منهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على أهل هذا البلد وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم افتح لهم خزائن رزقك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم واجعل المال في أيدي أسخيائهم. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضراعتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضراعتنا ومذلتنا لك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المسلمين المضطهدين. اللهم إنك ترى حال الشيوخ الركع والصبيان الرضع والأيامى واليتامى والثكالى. اللهم فرج عنهم بأحسن الفرج العاجل من عندك وانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم فرج عن المسلمين بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمتك ورسولا عن من أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم ارضى عن صحابته وآل بيته الأبرار وأزواجه أمهات المؤمنين وورثته من العلماء العاملين والمجاهدين. اللهم أرضهم وارضى عنهم واجمعنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تسلك بنا طريق المهاجرين والأنصار. اللهم اجمعنا برسولك صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم ارزقنا مجاورته ومرافقته يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عينه بصلاح أحوال المسلمين. اللهم أدخل السرور على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنصرة هذا الدين. اللهم قيض لهذا الدين من يرفع اللواء. اللهم قيض لهذا الدين من يرفع اللواء. اللهم قيض لهذا الدين من يرفع اللواء. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.